اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني ببرنامج مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تباعا على سفل الشاشه فيسبوك تويتر يوتيوب وايضا خدمه البلاك بيري والواتساب كلها لخدمه متابعي برنامج وظائف. عشرات او مئات الوظائف التي عرضناها من خلال هذا البرنامج بإمكانكم متابعة الموقع ومستجدات التوظيف وبإذن الله تعالى سوف نكون معكم من خلال تقارير من نفس الشركات اللي جات تتكلمين وتقول احنا وطنيين الحمد لله ما نشك في هذا ونقدم فرص وظيفية وإن شاء الله ما نشك في هذا. احنا معكم بالتقارير من خلال يعني بعد شهر من ظهور كل شركة من خلال فقرة قولوا فعل وعرضها للفرص الوظيفية. اليوم مشاهدينا الكرام سوف يكون معنا احدى الشركات التي ساهمت في توطين وظائف وقطاع جدا مغيب عن كثير من المجتمع وراح ندرس ابعاد هذا الموضوع قطاع التامين ويسرنا يكون معنا الاستاذ تركي بسلطان بن حميد المدير التنفيذي للتطوير لشركه وقايه ولاعاده التامين التكافلي. اهلا وسهلا استاذ تركي. حياك الله. يعطيك العافيه. الشباب كانوا متواجدين زملائنا طبعا مراسلين من البرنامج في شركه وقايه وتابعت سير التوطين هناك. نتابع مشاهدينا ونعود لاستكمال حديثنا مع الاستاذ تركي. بفكر يختلف ورؤية شاملة لكافة عوامل النجاح انطلقت فكرة تأسيس شركة وقاية. عدد من الشركات الاستثمارية المتخصصة وأشهر خبراء التأمين في المملكة في أحد أيام 2008 جمعتهم طاولة واحدة هدفهم العمل على سد جانب من الفجوة القائمة في سوق التأمين السعودي. أدركوا أن رأس مالهم الحقيقي هو العنصر البشري وعليه تقوم باقي عناصر النجاح، فكان قولهم اهتمام ثم اهتمام ثم اهتمام، فجاء فعلهم كوادر وطنية استحقت أعلى المراتب الوظيفية في بيئة استحقت أن تكون ولا تزال واحدة من بيئات العمل النموذجية. كان تركيزنا في الموارد البشرية من بداية تأسيس الشركة على العنصر البشري. طبعاً إحنا مؤمنين أن المواطن السعودي أو العنصر البشري السعودي بالذات مؤهل، ولكن يحتاج الفرصة ويحتاج يعني قد المسؤولية ولكن يحتاج الفرصة. احنا بنحاول نوفر الفرصة هذا احلال الوظائف من ناحية السعودية من ناحية الأجنبية. طبعا في تأهيل ولكن يحتاج له وقت واحنا مستعدين ان احنا نبذل الجهد واعطاء الفرصة. هذا نعتبره واجب لنا من ناحية تجاه المواطن السعودي. بنسبة توطين للوظائف تجاوزت 60% تخطو وقاية بثقة لتكون الخيار الأفضل للطاقات السعودية الباحثة عن بيئة محفزة. إن موظفي وقاية هم استثمارها الحقيقي والعناية بهم تعني الطريق إلى النجاح، والنجاح قول فعله التدريب والتأهيل والتطوير. التواصل داخلي للموظفين شركة وقاية يتم عبر برامج من البرامج اللي قامت فيها شركة وقاية تجاه الموظفين وخلق جو أسري، وذلك بدعوة أطفال الموظفين ببرنامج بيوم مفتوح أطلقنا عليه بابا في وقاية، بحيث يرى الأطفال أو الأبناء عن كثب ماذا يقوم فيه الأبناء في الشركة في هذه خلال فترة عملهم. وأتوقع أنه هذا يخلق جو، وأنا متأكد أنه يخلق جو إيجابي والروح وأيضا خلق ولاء روح الأسرة تجاه بيئة العمل اللي يعمل فيها الوالد. لقد استطاعت وقاية أن تحفز موظفيها من خلال باقات من البرامج التفاعلية، فالموظف المبدع سيجد نفسه أكثر إبداعاً في منظومة مهنية تؤمن أن الموظف هو من يشارك في اتخاذ القرار وهو من يستحق الشكر والتكريم. لقد ارتقت وقاية بموظفيها فكان الرقي قولاً يعلو وفعلاً يسمو. إذن ساتر كتابنا وقاية وإن شاء الله أنكم تكونوا يعني وقاية للشباب السعودي من التسرب إلى يعني إلى وظائف أخرى والمحافظة على هذا الموروث وهذا الحراك بالنسبة للشباب. وقاية قطاع التأمين، واقع قطاع التأمين أستاذ تركي ومدى ملائمة هذا القطاع لفرص الشباب السعودي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طب ما في شك الأرقام تحكي الواقع، يعني فلو جينا
مشاركة أو مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية وجدنا أقل من 1%. وبما هو في لو قارناه بالنات يعني مشاركة القطاع التأمين في الدول بشكل عام أو المعدل العالمي نجده يعني بين 9 إلى 10%. معناته لو نشوف في فجوة هنا، وإن شاء الله في التوجه للقطاع التأمين في السعودية. فأرقام ثانية تضيف أكمل الفكرة هنا. نعم. نجد أنه عام 2008 كان القطاع قيمة أقساط قطاع التأمين تقريبا 8.5 مليار. أو 2007 2012 تقريبا 21.5 تقريبا مليار، ضعف، فأكثر من ضعف تقريبا 170% زيادة. فلما تجي للنسبة السعودة في القطاع 2007 كانت 40%، و2012 تقريبا يعني من 50 إلى 55%، يعني بنسبة 35 زيادة. جميل. إذن الزيادة في الأقساط هذه ومن بيخدمها، من اللي بيديرها، من الكوادر السعودية. نعم. يعني فمعناته لابد يكون هناك برامج تسد الفجوة هذه من حاجة القطاع للكوادر السعودية. جميل. يعني أنت قلت إحنا بحاجة إلى كوادر، الكوادر هذه ما هي موجودة؟ ولا ما في معاهد تخرجهم؟ ولا في خلل مثلا؟ هو الفكره انت لما تشوف القطاع، انت عشان تسد الفجوه هذه يعني اذا تطور التامين عندك مع الانظمه الجديده، هو حديث عندنا من ناحيه التنظيم، من ناحيه التنظيميه، فتجد انت محتاج الى كوادر. الكوادر هذه او مخرجات، خلينا ناخذ مخرجات تعليميه. فاحنا لو رحنا للفجوه هذه المفترض انه نجد هل في خطه شامله مثلا من وزاره التخطيط على سبيل المثال لسد الفجوة هذه؟ وين دور مثل وزارة التعليم العالي، الجامعات مثل، الغرف التجارية ومراكز التدريب؟ يعني الآن القطاع قائم على مجهودات شركات التأمين مشكورة، وعلى مجهودات مؤسسة النقد من خلال المعهد المصرفي في عمل الدورات والمؤهلات والاختبار التأهيلي. ما تقدر الفجوة دي تسدها الشركات بالمجهودات هذه أو مؤسسة النقد، فتحتاج يعني حراك عام أو يعني تحرك وطني أكثر. يعني نعم. لما نتحدث على وقاية، الآن حنتكلم قطاع التأمين، لا وقاية بشكل خاص، إيش احتياجاتكم وإيش الأقسام اللي أنتم بحاجة إلى العديد من الكوادر الشابة المؤهلة يعني تدريجيا خلينا نقول حتى تكون واحد من أعضاء وقاية؟ هو بشكل عام احنا في وقاية يعني يعني بناء فريق يعتبر من يعني نتمنى ان يكون عندنا الفريق ونخطط له انه يكون من احد افضل الفرق الموجودة في القطاع. نعم. فهذا يحتاج له يعني شغل كبير. فالان المرحلة الحالية احنا مركزين على وظائف معينة ومهمة جدا لاي قطاع تأمين، اللي هو إدارة المخاطر، متخصصين في إدارة المخاطر. هل في جامعات مثلا يعني معاهد تخرج إدارة مخاطر؟ عندنا هنا في يعني أشك بالبلد. أنه يكون يمكن يكون في نطاق ضيق، ولكنه هو فكرة القطاع الآن والتحرك اللي صاير والتقدم والتحرك الصناعي عندنا وال قطاع الأعمال بشكل عام، ما نبي العملية تصير بشكل أكاديمي فقط. صحيح. والله تجي الجامعة الفلانية تقول تخرجت، لا، لازم المواد اللي تطرح في الجامعة في تنسيق بين الجامعات وبين القطاع الخاص. وهل فعلا يصير هذا التنسيق بأمانة؟ احنا بادرنا للأمانة في وقاية، فعملنا مع مجموعة من الجامعات السعودية الحكومية في انه ايجاد مثل هذه المشاريع. يعني منهم من الآن المشروع مكتمل للتطبيق، فالو الان تقريبا 6 شهور او اكثر يمكن بعد ما ممتاز لم يطبق. ومنهم من اعتذر بحجه انه احنا جهات اكاديميه. صحيح. وهذا يعني طيب انتم الان بحاجه في اداره المخاطر، وش الاقسام الثانيه اللي؟ اداره المخاطر، اعاده التامين، الاكتتاب بشكل عام، الاداره الفنيه. وش معنى اكتتاب؟ الاكتتاب اللي هو اكتتاب الخطر. يجي مثلا يعني هو بالاكتتاب تروح تحط فلوس؟ لا ببسطها. مثلا يجي شخص يقول انا عندي سياره بيأمنها، يسال المكتتب، شخص فني، يسال نوع السياره حق اللي ياخذ المعلومات من اللي يحلل الخطر ويقيسه ويقول والله سعره كذا. ممتاز. ايش بعد الاقسام؟ الاكتواري، الاكتواريين هم يعني جمع معلومات مثل ارقام معينه ويعطي لك تصور معين وين اتجاه الاتجاه قائم. الاحتياج هذا من الجنسين استاذ تركي؟ بالضبط.
هو الأزمة عندنا الآن عامة، فبالتالي ما تقدر تقيسها هنا وهنا، لأنه أنت ما عندك كل قسم مخرجات. يعني نعم، كل قسم بحاجة إلى عدد كم تقريبا؟ يعني أتلست على الأقل يعني 5 10 20 30 40، يعني أنا أقصد أنه في فجوة كبيرة في عدم تغطية هذه الأقسام، وبالتالي وجود العمل الأجنبي. للأمانة يعني حتى العامل الأجنبي أو الزملاء الأجانب اللي في القطاع يعني ليسوا يعني نعم مهيئ مؤهلين أصلا للكلام هذا بشكل عام. يعني لما نأخذ النسبة الكبيرة اللي هو الآن بعض الأرقام تقول أنه عندنا 14,000 يشتغلوا في شركات التأمين وشركات الوساطة والوكلاء. صحيح. طيب منهم مثلا 50% أو 55 سعوديين، الغير سعوديين مستحيل 7,000 هذه دخلوا جدد للقطاع، لكن هم موجودين من هنا، فكيف جو تركوا مهن إلى مهن؟ بالضبط. فمن باب أولى أنه تشغل. نفتح الباب للشاب السعودي في أن ننقله من مهنة إلى مهنة جديدة يعني. نعم، وحنا كنا ثقة إن شاء الله في وقاية وثقة في شخصكم الكريم السيد تركي أنه فعلا يتم استيعاب عدد كبير من الشباب. إذا نذكر مشاهدينا أنه وقاية بحاجة إلى إدارة المخاطر، الاكتتاب، إعادة التأمين، بقول اكتئاب الاكتئاب، وإيش القسم الثالث؟ علاج اكتئاب إن شاء الله، والتأمين، إعادة التأمين والاكتواريين. طبعا التقديم مباشرة عن طريق موقعكم اللي في المركز الرئيسي، احنا مسهلين العملية من أكثر، سواء الموقع، المكتب الرئيسي، الإدارات الإقليمية في الخبر في طريق الملك عبد العزيز في الخبر، تقاطع التحليل مع المدينة في جدة ما شاء الله، الدائر الشمالي في الرياض، أو عن طريق في موقع لكم، أول موقع. نعم. إذا مشاهدينا الكرام مباشرة عن طريق موقع وقاية، أو إذا شفتوا لوحة وقاية انزلوا قولوا يا جماعة خير أستاذ تركي بن سلطان بن حميد قال في وظائف، وهذه إحنا في الأقسام اللي موجودة عندنا، وإن شاء الله بإذن الله تقبلونا، وأكيد حنا نتمنى لكم التوفيق في مسيرتكم، وبإذن الله أنه إذا 55% نسبة التوطين إن شاء الله تزيد إلى أكثر، خاصة يعني في قطاع التأمين بشكل عام. إحنا مثل في وقاية حصول الشركة على جائزات عالمية ما شاء الله، أفضل شركة تكافل في المملكة العربية السعودية مؤخرا حصلنا عليها، وأفضل بيئة عمل سنتين متتاليتين 2011 على قطاع التأمين وقطاع صحيح. البنوك صحيح. هذه تعطي دافع وقيمة اجتماعية للموظف، اجتماعيا عنده ثقة اجتماعية في أنه ينتمي لشركة بهذا الشكل. نتمنى لكم التوفيق سيد تركي بن سلطان بن حميد المدير التنفيذي لتطوير شركة وقاية ولإعادة تأمين التكافل، شكرا لك ويعطيك ألف عافية. شكرا وبارك الله فيكم، وشكرا للفريق الموجود. شكرا لك. إذا